زواج الفنانة درة، ولن تصدق من هو زوجها رجل الأعمال المصري المشهور. ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان. الفنانة التونسية درة تعلن عقد قرانها في الجونة، وتستعين بآية من الإنجيل لإعلان زواجها. أعلنت الفنانة التونسية درة عقد قرانها من رجل الأعمال المصري هاني سعد، وسيقام الحفل في الجونة خلال الأيام المقبلة. واستعانت درة بآية من الكتاب المقدس لإعلان زفافها، فكتبت: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي، وجمعنا النصيب والقدر. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا، حسبما نشر موقع الوطن. والآية من إصحاح متى الرسول، وتقول الآية: إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذا أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح حققها عبر مشوار ليس بهين. جدير بالذكر أن رجل الأعمال المصري هاني سعد كان متزوج ولديه طفلين. وأكد مصدر للوطن أن حفل الزفاف سيكون مقتصرا على عدد محدد من الفنانين في الفندق الخاص برجل الأعمال المصري نجيب سويرس. وتقوم حاليا درة بالتجهيزات الأخيرة من ديكورات خاصة بحفل الزفاف. وأضاف أن درة اتفقت مع عدد من النجوم والنجمات على عدم مغادرة الجونة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتمكنوا من حضور حفل زفافها. وفي لقاء سابق لها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة سي بي سي، عبرت الفنانة التونسية درة عن عدم اهتمامها بالزواج وارتداء فستان الفرح، قائلة: ارتديت فساتين زفاف كثيرة في الأفلام والمسلسلات، لو لبسته في الحقيقة مش هيبقى جديد عليا. يعني أنا لحد دلوقتي ما قابلتش فارس أحلامي، لا قابلت فارس ولا قابلت أحلام.